السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج قضية وحوار، ونناقش فيها التداعيات القانونية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. ونستضيف هنا المحامي البريطاني المتخصص في قضايا الهجرة والإقامة في بريطانيا عاطف المراكبي. عاطف، أرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار. أنت حاصل على شهادة عليا في القانون الدولي من جامعة لندن، ماجستير في القانون الدولي. هل هناك حتى الآن أي ملامح أو صورة قانونية لماذا يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل الحديث عن تفاصيل تداعيات ذلك على الهجرة والإقامة للمواطنين الأوروبيين؟ يعني إذا عرفنا الخروج من الاتحاد الأوروبي قانونيا ماذا يعني؟ أهلا وسهلا وشكرا على دعوتكم. الخروج التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي يعني قانونيا أن حرية الحركة للمواطن الأوروبي في دول الاقتصاد المشترك اللي هي اليوروبيان ايكونوميك اريا هيبقى محدود، واستمتاعهم بالحقوق العمل والدراسة وحرية الحركة في بريطانيا هيبقى محدود لو بريطانيا خرجت من مجموعة الاتحاد الأوروبي. سيبقى محدود أم أنه سينتهي؟ في الفترة الحالية الوضع غير واضح بشكل كامل، لأن حتى الآن المادة 50 لم يتم تفعيلها، ولكن الوضع الحالي أن أي مواطن أوروبي بيحب يجي بريطانيا يشتغل أو يدرس كل اللي هو محتاج يعمله أنه هو ياخد الطيارة أو الباص ويدخل بريطانيا وبيستمتع بحقوق كاملة. لو بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في نهاية 2018 طبعا هيكون في آليات للخروج ده. هنفترض أنه هو خروج كامل، في الحالة ديت مش هيبقى عندهم ما حرية يسموه كاملة. الآن بالخروج الصعب أو الخروج الصعب هو لما حصل تصويت من المواطنين البريطانيين أو اللي كان ليهم حق التصويت ما كانوش فاهمين يعني إيه هي التبعيات بتاعة الخروج. بعد ما ده حصل الناس يعني بعضهم بدأ يندم، بعضهم بدأ يندم، هناك دعوات للتصويت مرة أخرى على استفتاء على اعتبار بأن بعض الناس ضلل في نتائج أو الخروج من الاتحاد الأوروبي أو حتى في ماهية الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصا أصحاب الأعمال والأشخاص اللي عندهم كيانات اقتصادية في لندن هي بتقوم بشكل كبير على المواطنين الأوروبيين، خصوصا قطاع الفنادق والمطاعم. طيب، ولكن سيد عاطف، هذا الكلام قد يبدو متأخرا الآن، لأن البرلمان البريطاني صوت على السماح للحكومة بتفعيل المادة 50 للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا أصبح تحصيل حاصل. لأن عندما تفعل هذه المادة، هل تبقى كل قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة والإقامة للمواطنين الأوروبيين سارية المفعول دون تغيير؟ تقصد المواطنين اللي بيعيشوا، الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا؟ نعم، المواطنين اللي بيعيشوا دلوقتي في بريطانيا بينقسموا إلى قسمين. المواطن اللي عاش 5 سنوات واشتغل 5 سنوات أو كان سيلف كان بيعمل أعمال حرة أو بيدرس لمدة 5 سنوات، وده مش هيتأثر بالخروج في أي حال، لو ما محتاج يقدم على بطاقة زرقاء أو كارت الإقامة الدائمة ليأكد أنه هو عايش في بريطانيا 5 سنوات. النص الآخر اللي هو اللي بقاله أقل من 5 سنوات، وده ممكن يقدم على بطاقة زرقاء من نوع آخر تأكد أنه هو حاليا بيعمل في بريطانيا، اسمها ريجستريشن سيرتيفيكت، بطاقه شهاده تسجيل، هي شهاده تسجيل. الشهاده الاخرى هي اللون واحد بكارت ازرق، ولكن واحده مكتوب عليها انه يتمتع بحق الاقامه الدائمه لديه الاقامه الدائمه، وواحده لديه بانه مسجل في بريطانيا. نعم. ناخذ اولا الذي لديه حق الاقامه الدائمه، هل هذا الكرت الازرق الذي مكتوب عليه انه يتمتع بحق الاقامه الدائمه سيبقى ساري المفعول بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي؟ قانونيا الكارت الإقامة الدائمة سوف يكون ساري ما لم يترك بريطانيا لمدة سنتين متتاليين، وهذا ينسحب عليه وعلى اللي عنده إقامة دائمة بأشكال أخرى، يعني دون أن يكون أوروبيا. نعم. طيب، ولكن هناك من يجادل بأنه هذه الإقامة هي مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، فبعد الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى لو مكتوب لديه أنه يتمتع بحق الإقامة الدائمة، لكن السبب الذي حصل على هذا النوع من الإقامة، لأنها ليست إقامة هي وضع إقامة، البطاقة الزرقاء،
ربما أيضا هي تكون معرضة للخطر، يعني لن يكون لديها حق الإقامة الدائمة. زي ما وضحت في نوعين من الكارت الأزرق، إقامة دائمة وإقامة أنا بحكي عن والتسجيل. الذي لديه 5 سنوات وأخذ هذه الصفة من الإقامة الدائمة. الإقامة الدائمة هي وضع قانوني تم اكتسابه حسب شروط معينة، حتى لو بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ده مش هيأثر على الذين يحملون الوضع القانوني كمقيم دائم. طيب إذن هذا ليس عليه نعم خوف. نعم. وهذا الشخص هل يستطيع التقدم على الجنسية الآن وبعد وحتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي طالما لديه صفة الإقامة الدائمة؟ قبل فبراير 2016 أي مواطن أوروبي عاش في بريطانيا لمدة 6 سنوات ومارس حقه في المعاهدة الأوروبية في أحد الأربع أو 5 أشكال، هي العمل والأعمال الحرة أو الدراسة أو السيلف سفيشنسي، كان يستطيع أن يتقدم على الجنسية مباشرة إذا استكمل 6 سنوات. ولكن في فبراير 2016 تم تعديل القانون الخاص بالابليكيشن الناتشوراليزيشن او التجنيس، طلب الجنسيه او التجنيس او الاسترعاء، ان تصبح يعني تصبح رعيه في بريطانيا. يجب ان تقدم على البطاقه الزرقاء اولا لاثبات حقك في الاقامه الدائمه، وبعد طيب. وبعد ذلك تتقدم مباشره على الجنسيه. هذا الطلب للبطاقة الدائمة هل يجب أن ينتظر فترة بعد حصوله عليها من أجل التقدم بطلب الجنسية؟ لأنه هناك من يقول يجب أن ينتظر سنة بعد حصوله على وضع الإقامة الدائمة. نعم، هو في confusion، في عدم وضوح، في عدم وضوح في الموضوع ده، ولكن القانون واضح جدا بالنسبة للمواطن الأوروبي، لا يشترط أن يستمر سنة أخرى منذ الحصول على الإقامة الدائمة. وخطاب القبول من الإقامة الدائمة يحتاج توضيح، وده اللي فعلا وزارة الداخلية عملته في الشهور الأخيرة. في آخر 4 أو 5 شهور تم تعديل صيغة خطابات القبول بإدخال تاريخ متى اكتسب المواطن الأوروبي حق الإقامة الدائمة. مثلا لو قدم في يناير 2017 الخطاب بيصدر وبيقول ان هو اكتسبها في جولاي 2015، في يوليو 2015. المهم ان هو يكمل 6 سنين عشان يقدر يقدم على الجنسيه، ولا طول ما هو مواطن اوروبي مش شرط انه يقعد سنه زياده من الاقامه الدائمه. يعني يجب ان يكون لديه 6 سنوات، هذه ما ست عليها ست خلاف. سنوات وبشرط انه حصل على البطاقه الزرقاء اللي بتاكد حقه في الاقامه الدائمه. طبعا ده للاوروبي، لو شخص اخر يعني حصل على الاقامه الدائمه تحت القانون الانجليزي الاميجريشن رولز، في الحاله دي لازم يستنى سنه كامله من الحصول على الإقامة الدائمة. هي حتطلع تحصيل حاصل بالنهاية، لأنه حق الإقامة الدائمة للأوروبي سيكتسب فقط بعد 5 سنوات متواصلة، وإذا انتظر 12 شهر فحيطلعوا بالمحصلة 6 سنوات. ولكن اللي بيتم في الواقع أن لما حد يكون جه في 2010 اكتسبها في 2015، يعني في قدم في 2017، لو حصل على الكارت الأزرق اللي بيأكد الإقامة الدائمة في 2017 ممكن نقدم بعدها بتاني يوم على الجنسية بدون انتظار سنة، لأنه اكتسب الإقامة الدائمة في 2015. طيب، هذا الشخص الأوروبي الذي يستطيع الحصول على وضع الإقامة الدائمة، في الطلب باللغة الإنجليزية يسموه qualified person، الشخص المؤهل. من هو ذلك الشخص المؤهل؟ أنت تحدثت عن العمل وما إلى ذلك، لكن أنا قرأت الطلب فيه فئات كثيرة، يعني حتى الذي عاش 5 سنوات قانونياً في بريطانيا وهو يحصل على مساعدات ولم يتمكن مثلا أن يعمل، ألا يمكن أن يتقدم أو يحصل على الإقامة الدائمة؟ علشان الشخص الأوروبي يعتبر من وزارة الداخلية أو الهوم أوفيس نو كواليفايد بيرسون، لازم يمارس حقه في الفري موفمنت أو حرية الحركة أو المعاهدة الأوروبية بإحدى 5 أشكال، يعني أو 4 أشكال بشكل أساسي، وهناك استثناءات. الشكل الأول أن يكون موظف يعمل عند رب عمل، وده كل اللي بيحتاجه، أن يكون عنده استمرار 5 سنين. الأجازات أقل من 3 شهور في الغالب الهوم أوفيس بيغض النظر عنها، وكل اللي بيحتاجه البنك ستيتمنتس، الشهادات البنكية والبي سليبس، وخطاب من جهة العمل، وإن لو غير جهة العمل يبقى خطابات متعددة
والريبورت بتاع البي 60 اللي بيصدر في 5 ابريل. طيب لو فرضنا شخص ياخذ مساعدات كل هالفتره عايش على المساعدات، هل يستطيع التقدم لهذه الوثيقه، وثيقه الاقامه الدائمه؟ اي مساعدات من مساعدات هنا في من الدوله البريطانيه؟ طبعا القانون تم تغييره في بين 2012 و2013، ولو الهوم اوفيس ارتقى ان الشخص كان عبء على الببليك بيرس او على الدوله، من حقهم ان هم يرفضوا طلب الاقامه الدائمه. ولكن هنفترض ان في شخص بيعمل بارت تايم نص الوقت، بيعمل 16 ساعة او 20 ساعة في الاسبوع، ومن حقه ان هو يحصل على اعانات من الدولة، ده ما بيتأثرش. طيب اعطيك مثلا النساء، اذا كان الزوج يعمل والزوجة لا تعمل وهي مقيمة مع زوجها، هل الزوج والزوجة اوروبيين ولا اثنين اوروبيين؟ نتحدث فقط عن الاوروبيين. اوكي، يبقى في حالة زي ديت طبعا كل حاله مستقله بذاتها، ولكن لو عندنا حاله بالشكل ده هنقدم الابلكيشن للشخص او الطلب للشخص اللي يعمل، ونخلي الزوجه او الاولاد كتابعين. ولكنها هي اوروبيه ايضا. نعم، ولكن في الحاله ديت هتبقى تابعه للزوج، هيبقى المين ابلكنت او المتقدم الاساسي هو الزوج. كم طلب التقدم، كم شخص يعني يستطيع ان يكون فيه تابعا للشخص الاساسي المتقدم بالنسبه للاولاد؟ التابعين هم الزوج او الزوجه والاولاد تحت سن ال 21. كم شخص يستطيع يتقدم بالطلب واحد؟ كل الاولاد، ما فيش يعني ما فيش عدد، ما فيش حد اقصى. المهم ان هم يكونوا تحت ال 21 سنه. القانون الاوروبي التشايلد ديبندنت حتى 21، ولكن القانون الانجليزي حتى 18 سنه. فدي برضو من ضمن النقط اللي الناس بتتلخبط فيها، الولاد لغايه 21 سنه لو هم اوروبيين. الان هؤلاء الاطفال الذين عاشوا هنا في بريطانيا، وبعضهم حتى ولد في بريطانيا ولم يتقدموا لطلب الاقامه، هل يستطيعوا الاطفال تحديدا التقدم للجنسيه مباشره دون حاجه للاقامه؟ يعني دون حاجه للورقه لانهم ولدوا في بريطانيا؟ الاجابه المختصره لا، لأن بريطانيا بتطبق حق الدم وليس حق الإقليم. حق الإقليم اللي اتولد على تربة إنجليزية يبقى إنجليزي، والقانون ده تم تغييره في يناير 1983. فبريطانيا بتطبق حق الدم، ولكن اللي هو من أب أو أم إنجليزية. ولكن في أمثلة تانية، لو شخص اتولد في بريطانيا، لو طفل اتولد في بريطانيا، اللي بيأكد وضعه هل هو انجليزي ولا لا وضع الاب او الام. لو احد الوالدين عند ميلاد الطفل كان يكتسب الاقامه الدائمه كارت الازرق، بنفترض ان هو اوروبي، في الحاله دي الطفل اوتوماتيك بريطاني، لان وقت ميلاده كان احد الابوين يكتسب الجنسية. الاقامه الدائمه. الاقامه الدائمه يعني دون الجنسيه. لو الطفل اتولد بره لازم يبقى احد الابوين عنده الجنسيه، ده لو اتولد بره الاراضي البريطانيه. طيب فلازم نشوف وضع الاب او الام لحظه في يوم ميلاد الطفل. لو وفي امثله كثيره ان بيكتسبوا الاقامه الدائمه بعد ميلاد الطفل، في الحاله دي من حق الطفل ان يقدم ما هو مولود في بريطانيا، بس البروسيس بتبقى مختلفه، بدل الاكتساب الاوتوماتيك بيبقى اكتساب بالتسجيل. انت تعلم ان هنا في بريطانيا عشرات الالاف من المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وهم يحملون الجنسيات الأوروبية بالاكتساب وليس بالأصالة، وأقصد هنا العرب والأجانب الذين قدموا إلى دول أوروبية حملوا جنسياتها ثم أتوا إلى هنا. هؤلاء بعض الدول الأوروبية لا تسمح بازدواج الجنسية، هل الحكومة البريطانية في هذه الحالة هي أيضا لا تعطيهم الجنسية على اعتبار بأن البلدان هم لا تسمح بالاكتساب الجنسية بازدواج الجنسية؟ لا، الإجابة طبعا بشكل مختصر أو simple answer لا. بريطانيا الحكومة الإنجليزية ما عندهاش أي تحفظات على أن المواطن يكون عنده أكثر من جنسية، ولكن في بعض الدول في أوروبا مثل ألمانيا وهولندا أيضا، وهولندا بترغم مواطنيها بالإفصاح عن اكتساب أي جنسية أخرى. فحاجة زي كده هترجع للمتقدم ودولته، ولكن قوانين الهجرة دايما بيتم مراجعتها، ودي بيحكمها القانون الدولي الخاص Private International Law في أي دولة بيتم مراجعتها. وأعتقد
ألمانيا بتراجع القوانين الخاصة بهذا الصدد. ماذا يفعل مثلا هذا المواطن الألماني الذي لديه الجنسية وهو أمام خيار أن يصبح مقيما دائما ولكن لا يوجد صفة الثبات، لأنه هناك من يخاف حتى الإقامة الدائمة أن تذهب عنه أو تضيع، هل يتخلى يعني هل تنصحه أنه يتخلى عن الجنسية الألمانية ويأخذ البريطانية؟ ده قرار شخصي، وطبعا أنا كمحامي ما أقدرش أخد قرار زي ده بالنيابة عن عميل أو عن مواطن أوروبي، ولكن ده بيرجع له لو اكتسب الجنسية الإنجليزية هي لا تسقط عنه إلا لو ارتكب شيء ضد النظام العام أو ضد أمن بريطانيا، وفي حالات قليلة وضيقة جدا أن بيتم نزع الجنسية الإنجليزية. لو الجنسية الإنجليزية بالنسبة له أهم فهو ده قرار شخصي لي، ولكن أنا بنصح الناس دايما في حالة زي كده أنه هو يتصل بسفارة دولته في لندن ويتأكد إيه هو موقف القانون الحالي، هل لو اكتسب الجنسية الإنجليزية هيفقد جنسية، لأن دايما بيتم مراجعة القوانين في البلاد الأوروبية. الحكومة البريطانية هل هي ملزمة بالتصريح للدولة الأوروبية عن من أخذ جنسيات، يعني عن من أخذ الجنسية الأوروبية فيها؟ لأنه بالنهاية هم كلهم في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. لا، القواعد القانونية الإنجليزية ما يعني الهوم أوفيس أو وزارة الداخلية أو قسم الناشوناليتي ما بيخترش الدول الأصل. هم حتى لو كانت أوروبية؟ حتى لو كانت أوروبية هم بيعملوا تحريات في دولة الأصل للتأكيد أن ما فيش أحكام أو ما فيش أحكام جنائية ضد المتقدم، ولكن ما بيخطروش الدولة. طيب في هذه الحالة عندما يتقدم الشخص الأوروبي المقيم هنا في بريطانيا بطلب الجنسية، هل لديه شروط مختلفة عن طلب الجنسية العادي الذي يتقدم به أي مواطن آخر غير أوروبي؟ وأقصد هنا بالنسبة للسياق، بالنسبة لنوع الطلب، وحتى التكاليف. الطلب واحد، التكاليف واحدة، والتكاليف بتتغير كل شهر إبريل بداية السنة المالية الجديدة. حاليا هو فوق الألف وربع استرليني، ولكن بتزيد زيادة قليلة كل سنة مالية. حتى الأطفال 1250؟ الأطفال لا، هو للأدلت، للشخص الكبار فوق 18 1236 حاليا، وللأطفال 936، وزادت قبل كده كانت 600، زادت ل 700 ل 800، بتزيد كل سنة بمعدل تقريبا من 7 ل 10%. ما فيش شروط مختلفة عن أي شخص تاني. يمكن الشرط الأساسي أن يكون معاه البطاقة الزرقاء، لو بيقدم بعد فبراير 2016 أن يكون معاه البطاقة الزرقاء اللي بتأكد حقه في الإقامة الدائمة. الهوم أوفيس لقى أن ده أفضل، لأنه يعني بيبقى تيست كيس، لأن الجهة اللي بتفصل في طلبات الإقامة الدائمة غير الجهة اللي بتفصل في طلبات الجنسية. كيف؟ ما هي نفس وزارة الداخلية فيها أقسام، فيها أقسام القانون الأوروبي والقانون الإنجليزي، وحتى في قلب القانون الإنجليزي في أقسام، في اللاجئين، في المستثمرين، في الطلبة. أنا اطلعت على طلب الإقامة للأوروبي وعلى طلب الجنسية. طلب الجنسية يعني يمكن ربع طلب الإقامة، طلب الإقامة الدائمة شبه معقد مقارنة بطلب الجنسية. طلب أوكي. أنت قلت كأنه يعني اختبار الهوم أوفيس، يعني بنعتقد أن طلبوا أن المواطن الأوروبي يقدم على البطاقة الزرقاء قبل التقدم على الجنسية، هو أن بيتم فحص الخمس سنوات الأساسية قبل ما يروح الطلب لقسم الجنسية، لأن قسم الجنسية ما فيهوش نفس عدد الموظفين اللي موجودين في قسم الإقامة الدائمة الأوروبيين. فبنفترض ان شخص قدم على الاقامه الدائمه وحصل على البطاقه الزرقاء، الطلب الجنسيه بيبقى تحصيل حاصل، بشرط ان احنا يعني نستكمل الاوراق الحديثه، وانه يعمل اللايف ان ذا يو كي تيست وامتحان اللغه، ودولت غير مطلوبين في الاقامه الدائمه. ولكن لو شخص اخر غير اوروبي بيقدم تحت القانون الانجليزي مطلوب منه وهو بيقدم على الاقامه الدائمه، وبنسميها هنا الانديفينيت ليف تو ريمين او الاي ال ار، حق الاقامه المطلق الدائم، لازم يعمل اللايف ان ذا يو كي، هو امتحان تاريخ مكون من 24 سؤال. من يستثنى من هذا الامتحان؟ الاوروبي الذي يتقدم على الاقامه الدائمه فقط وليس الجنسيه،
إذا تقدم على الجنسية. أقصد الجنسية، امتحان اللغة الجنسية، هل يستثنى منه الذي يحصل على شهادة عليا جامعية لا هناك الطلاب. هناك امتحانين، امتحان اللايف إن ذا يو كي وهو امتحان تاريخ عن بريطانيا، هل هي ملكية ملكية أم جمهورية، سن الرشد كام، وامتحان عام، ومتى تم احتلال بريطانيا آخر مرة في أي قرن، أسئلة عامة. وامتحان آخر هو امتحان اللغة الإنجليزية، والمستوى المطلوب حاليا هو مستوى تحت المتوسط B1، وبس في الليستنج والسبيكينج يعني السماع والتحدث، ما فيش امتحان كتابة ولا قراءة. امتحان إنجليزي سهل جدا، أي شخص ممكن يجتازه. ففي فرق طيب بين الامتحانين. الأطفال مثلا الذين درسوا في المدارس البريطانية اللي يحتاجوا أيضا امتحان. فالسؤال من هو مستثنى من الامتحانين؟ تحت ال 18، أي فرد تحت ال 18، الأطفال والكبار فوق ال 65 سنة، والأشخاص ذو حالة صحية تستدعي إعفائهم، مثل مشاكل في الذاقرة أو أمراض عقلية أو إعاقة بدنية. طيب السؤال الأخير، عند الخروج من الاتحاد الأوروبي، هل لديكم، نحن أنتم المحامين متخصصين في قانون الهجرة والإقامة، أي مؤشرات إلى أين ستمضي الأمور؟ يعني الأوروبي الذي لم يحصل على الإقامة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو لم يكن لديه الجنسية في الاتحاد الأوروبي، جنسية بريطانيا أقصد، بعد عام ديسمبر 2018، ماذا سيكون وضعه؟ وضع الأوروبي الذي يعيش حاليا ولم يستكمل 5 سنوات؟ نعم. هناك ضغط كبير على الحكومة الإنجليزية من رجال الأعمال ومكاتب المحاماة الكبيرة والشركات الاقتصادية بالخروج الغير صعب، إن تأمين صفقة للعمالة الأوروبية، لأن الاقتصاد الإنجليزي وبالذات في لندن لن يستطيع أن يستمر بدون العمالة الأوروبية والمهارات اللغوية من دول أوروبا، والمهارات التعليمية أيضا. قطاع البنكينج معتمد على الفرنسيين والألمان وقطاعات أخرى كثيرة. ما فيش حد في بريطانيا مهما كان محامي وقديم يقدر يقول لك إيه اللي هيحصل بالضبط، لأن الوضع غير واضح. ولكن في مكتب مشهور جدا إنجليزي من أكبر المكاتب في بريطانيا رفع قضية ضد الحكومة الإنجليزية، بيقول أن التصويت لازم يتم عن طريق البرلمان، وبيتم النظر في القضية دي حاليا. ولكن البرلمان صوت لإعطاء الحكومة الضوء الأخضر لتفعيل المادة 50. نعم، ولكن ما الفائدة يعني؟ هناك جدل قانوني، هناك من يدفعون بأن القرار يجب إلغاءه أو إعادة التصويت أو الحصول على أغلبية برلمانية. أنا شخصيا أعتقد أن ده ممكن يحصل مع الضغط، ولكن وزيره الهجره لغايه دلوقتي ما فيش اي تصريحات واضحه. هذا معناه انه يجب ان نخصص حلقه اخرى عن احتمالات عدم الخروج. هو موضوع شيق ومليء بالتفاصيل. على كل حال معلومات التي تفضلت بها هي تنسحب على البقاء في الاتحاد الاوروبي، ما طالما بريطانيا موجوده في الاتحاد الاوروبي، فهذه دعوه لهم للحصول على هذه المكتسبات، سواء هم سيستفيدوا منها بقية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو لم تبقى. بالضبط. أشكرك شكرا جزيلا المحامي المختص بالقانون البريطاني حول الهجرة والإقامة عاطف المراكبي. شكرا. وأشكركم أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية وحوار. أترككم في أمان الله.